تراهن السلطات الولائية لولاية عين صالح جنبا إلى جنب محافظة الغابات على مشروع الحزام الأخضر بمنطقة جقور لحماية الولاية من زحف الرمال من الجهة الشمالية الشرقية. مناسبة اليوم الوطني للشجرة، تم اليوم الإشراف على المرحلة الثانية من غرس الأشجار على مساحة 5 هكتارات، ما يفوق 3000 شجرة لحماية مدينة عين صالح من زحف الرمال أو تثبيت الميكانيكي للرمال، وكذلك لمال هذه الشجرة من فوائد اقتصادية بيئية. في يوم من الأيام ستكون هذه المنطقة متنفس للمواطن. تم حملة تشجير بالحزام الأخضر بمنطقة جقول الواقع بشرق مدينة عين صالح بمسافة 5 هكتارات. الجمعيات ذات الطابع البيئي بمعية الكشافة الإسلامية يتفاءلون خيرا بمثل هكذا مشاريع. الحزام الأخضر على مساحة 17 هكتار، لحد الآن أنجزنا 8 هكتارات، إن شاء الله هي ناجحة. المشروع هذا أنه بنجاحه إن شاء الله سنتحصل على موقع متنفس عائلي، إن شاء الله سيكون له دور في تغيير المناخ، خاصة أن عين صالح للأسف تعرف بالرياح الكثيرة وكذلك ارتفاع المحسوس لدرجة الحرارة. وهذا الأمل الكبير اللي أنا غرسوه إن شاء الله عن قريب نشوف الثمار إن شاء الله من خلال تغيير الجو بالنسبة لعين صالح، بالنسبة للديناميكية البيئية لعين صالح. على هذا الأساس أننا يشاركنا بكل الإطارات الكشفية. كل القطاعات إذن ساهمت في حملة التشجير هذه التي أطلقتها محافظة الغابات بالمناسبة في انتظار توسيعها أكثر فأكثر مستقبلا.